ذكرت في الكتاب ايه؟ نعم استغلال القدرات ايه؟ ان الواحد يستغل قدراته، يعني انت معناته كانك تحثنا على ان نكتشف قدراتنا مبكرا. نعم عشان ما يضيع علينا الوقت. نعم هو الحقيقه يعني انا الوم ايضا التعليم انه يجب ان 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 يركز على ابراز القدرات. الاسره نفس الشيء تحاول انها تبرز قدرات ابنائها، تبعدهم عن الاشياء اللي يمكن تضيع وقتهم، وفي نفس الوقت ما تفيدهم في هذه. فابراز القدرات ايضا بالقراءه. جميل. بمجالسه اصحاب الخبرات السابقه. بالطموح، بوضع هدف. هذا انا بركز عليها الهدف، انك تضع هدف وتسعى لتحقيقه. وتركز عليه. معظم نعم. معظم الذين فشلوا ما كان عندهم تركيز على الهدف. ما في تركيز ووقف قبله او ما وضع خطه. فاصبحت اماني وليست اهداف. الهدف يجب ان يحدد وان يوضع له تاريخ لتحقيقه وطريقه لقياسه ليكون قابل للقياس. كيف اعرف اني احقق؟ مثلا انا ابغى عندي زياده وزن، ابغى افقد 20 كيلو في سنه. اذا عرفت خلال سنه 20 كيلو اقسمها على 12 شهر تقريبا، كل شهر كيلو ونص كيلوين زي كذا. فهذا اصبح في هدف محدد كذا، ثم اضع الخطه لتحقيق هذا الهدف. جميل. العب رياضه، اقلل الاكل، الاشياء هذه كلها، نوع الاكل، يعني هذا مثال على هدف من الاهداف. جميل. برضه ذكرت كدافع لتحقيق هذه الاهداف كتبت التحفيز. حطيت له فصل الحال. نعم. صح؟ نعم. مهم التحفيز لهالدرجة؟ جدا جدا، لأن في ناس كثير تلقاه يمل. فالتحفيز مهم جدا إنه يخليك تستمر، يعطيك الاستمرارية. فكل ما تتذكره يزيدك حماس. من يحفز من؟ أول شيء الهدف. مثلا إذا كان عندك هدف، هذا من أهم الحوافز. تحفيز الذات، يعني انا احفز نفسي، عندي هدف انا احفز. ايضا انك ممكن تحفز انت ابنائك، ممكن تحفز هذا دائما. اول شيء تصبح قدوه لهم، تقول لهم اشياء، الحاجات هذه كلها ساعد. المجتمع الان محفز تراه؟ لا لا لا، المجتمع ليس محفز للاسف. نصيحك له؟ مجتمعنا ليس مجتمع صحي للاسف، الا قله يعني اللي يقرؤون وعندهم طموح وعندهم كذا، لكن تجد غالبيه للاسف يعني حتى لو درس، حتى لو اخذ شهادات، ليتوظف فقط. جميل. ما عنده الحافز انه ممكن يعني يبني مستقبله بنفسه، يكون ثروته بنفسه، يصير لشركته، يصير له اشياء، يصير كذا. هذه مشكله كبيره. أنت تعتقد أن التحفيز قد يحقق للإنسان أهدافه بشكل أكثر أريحية وأكثر دقة في الإنجاز؟ نعم، واستمرارية. يعني سواء يحفزه المجتمع، يحفزه أو أقاربه يحفزونه، أو يحفز نفسه ذاتيا. والقراءة ترى تحفز. أنا ترى كتب تطوير الذات في ناس كثير يقول والله ما تفيد. لا، أنا متأكد أنها تفيد كثير. يعني كتب تطوير الذات خاصة اللي يكتبها إنسان مثلا مجرب وعن تجربة وعن علم تفيد كثير في التحفيز. اقرأ كتاب مثلا تجد انك تحمس. ليش لا؟ إذا هو يسويها ليش ما أقدر أنا أسويها؟ بالضبط. كثيرا الآن من الكتب تتكلم عن أنه الفرق بين المبدع، تقول الناس كلهم عاديين، الفرق بين المبدع والعادي التكرار، ريبيتيشن يسمونه. نعم. انه هذا اصر وكرر 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 لين نجح بالمحاوله، بينما الثاني جلس حاول مره مرتين فشل وقف. بالضبط. بعدين ذكرت من الفصول ذكرت الصبر. اي. وش تقصد بالصبر؟ الصبر على هاللي تكلمنا عنه ذا اللي قال. لا، الصبر لانجاز شيء معين. يعني انا مثلا انصح الشباب، يقول لي انصحني، اقول اذا انت تبغى تشتغل بشيء معين لا تصير ملول. اصبر. أنا كان عندي لي صديق أكبر مني هو بالسن، والآن من أكبر التجار في المملكة في المواشي وفي أشياء كثيرة وكذا. يقول بدأت يومي بريالين أشتغل،
وما معنا سادس ابتدائي، لكن الآن يقول عندي أكثر من 200 شخص يشتغلون، منهم 60 معهم شهادات بكالوريوس وماجستير دكتوراه، عنده مليارات، عنده باخرة واحدة اشتراها بأكثر من 100 مليون دولار وسوى لها موديفيكيشن عشان تشيل الأشياء. قلت له وش تنصح الشباب؟ قال أنا ودي تنصحهم حاجة واحدة، الصبر. لا يصير ملول، يكون نفسه طويل شوي، لا يصير ملول، خلى يصبر وسيحقق ما يصبر إليه، سواء في دراسة، في عمل، في تجارة، في أي شيء يصبر، حتى على المشاكل، حتى لو يتزوج مثلا، مو من أول شيء خلاص ما تصلح. صح، الصبر مهم جدا. جدا. وانت ذكرته هنا في سياق القصة، في سياق القصة السردية ولا لا؟ نعم. يعني ذكرت أن الصبر كان أحد عوامل نجاح هذا هذه الحالة اللي أنت ذكرتها في المكتب. هذه العم المجرب الحكيم يقوله لأحمد، هو اسمه أحمد هذا اللي زاره، وهو طبعا يرمز لشخص حقيقي، فكان يقول أريد أن أعطيك نصيحة، إذا تبغى تنجح عليك بالصبر، والصبر مهم جدا، وصاحب الصبر يحقق إنجازاته. جميل. في الفصل الرابع ذكرت، حطيت فصل الثقافة، ثم حطيت فصل ثاني حطيت علامة استفهام كبيرة ما ندري ايش قصدك فيها، قلت هل كل ما في ثقافتنا جميل؟ نعم. كأنك أنت تسألنا وبعدين تجيب عليها في الكتاب. نعم. أنا حينما كنت أعطي محاضرات للطلبة أيضا خارج المملكة، كنت أقول لهم خذوا معكم ما ينفع من ثقافتكم، لكن ليس كل ما في ثقافتنا جيد، وخذوا من ثقافتهم أفضل ما لديهم، وليس في كل ما في ثقافتهم جيد. وأعطيتهم مثال، قلت احترام الوقت هذا عندهم يعتبر من الأشياء الجميلة جدا، مقدس، استثمار الوقت جميل أيضا، هذا مهم جدا، حبهم للقراءة، حبهم للرياضة، حبهم كذا. بينما عندنا احنا اشياء جميلة جدا في ديننا، في عاداتنا، لكن في عادات اخرى كثيرة اصبحت حتى بعضها ياخذ يعني جانب تقريبا حتى القدسية، انها خلاص مع انها ليست هذا، يعني مثل الكرم يصل الى التبذير مثلا، عدم احترام الوقت، يعني تجد مثلا يواعدك مثلا الساعة كذا ويجي لمك بعدها ساعتين، بعدها ساعة ونص، بعدها كذا، هذا شيء عادي، أو يترك الموعد. أيوه. يعني فيها عادات، في أشياء كثيرة مثلا في ثقافتنا جيدة، وفي أشياء غير ما هي جيدة. ما هي جيدة. خلص من نفس الشيء لما تروح برا، أنا كنت أنصح الطلبة أول ما يروح يسكن عند عائلة، لا يسكن عند زملاء. ليش؟ عشان يكسب اللغة ويكسب من عندهم الانضباط، النوم بدري، مهارات الحياة اليومية. إيه نعم، التوفير هناك يوفرون، ما يمكن يخليك تصب المياه وتجلس لك نص ساعة وتتغني في الحمام ولا شيء ولا كذا، خلاص 5 minutes واطلع. ليش؟ التكييف، الأشياء هذه كلها بالنسبة لهم تعني الشيء الكثير، التبذير هذا ما له وجود. أيوة. بعكس عندنا يعني قيم تزرع من البداية، من البداية الاحترام، لما تقول لواحد لو سمحت، يعلمون أطفالهم وهو صغير أي شيء يبغى منك يقول تعال، وش تقول له؟ يقول أعطني كذا، يقول لا البليز لو سمحت، وإذا أعطيته الشيء وراح ناداه وش تقدر تقول له؟ قال أقول له ثانك يو، يكرر يكرر إلى أن تصبح عادة، كان شيء طبيعي عادة. أنا أذكر واحد زميل اللي كان في بريطانيا يقول سكنت عند عجوز، فكانت تعلمني كل شيء، لما مثلا احنا على الطاولة أبغى الملح أروح أخذ منه، تقول لا قل لي وأنا أخيك، أقول لها give me salt، تقول لا save this، أقول لها give me salt وروح أخذه، قالت لا إذا قلت لي انتظر أنا أعطيك، وإذا أعطيت هي قالت إيش مفروض تقول؟ مستمسك أوه thank you، بعدين تفكر، فكانت تقول لي يوم ورا يوم الى ان اصبح انتقلت من عقله الواعي الى عقله اللاواعي، فصار يمارسها بشكل تلقائي.
طيب يا حبيبنا الشباب يشاركون ولا بعد؟ لا بعد ما ننتهي من الفصول كلها هم مستعدين لك بالاسئله. لا تقلق عليهم. شايفها. تغير عاداتك تتغير حياتك. يعني قبل واحد انا يعني قبل واحد نغير عاداتنا. نعم احنا مجموعه عادات. احنا يعني اسلوب يعني هي اول شيء الواحد يبدا يكسب له عاده بالتكرار. لما يكررها يمكن يقول لك لازم 20 الى 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 شهر وانت تكررها عشان تصبح خلاص. مثلا ربط الحزام لازم مره مرتين كان بعد مده خلاص ما عاد تقدر تمشي الا فيه. صرت القائد خلاص انت على طول هذا مثلا. ف بعدها تصير اسلوب حياه العاده مجموع عادات خلاص اصبحت اسلوب ثم شيء انت تعرف فيه. انت معروف انك شخص دقيق في يعني مواعيدك شغلك في عملك اتقان الاشياء دي كلها. جميل. فمعناته انه معناته انه انت استخلصت من قصه هذا الرجل احمد انه غير عاداته فجزء من التغيير نجح في حياته. بالضبط. يعني كان يسهر كان يدخن كان ما يهتم لوقته يجلس مع مجموعه من الاصدقاء يعني يروح الاستراحه يجوا اخر الليل يتعب في الصباح يتاخر له مشاكل مع زوجته مع 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 اسرته يصرف كثير يطلب من ابوه حاجات كثيره دائما. ذكرت برضو في احد الفصول قلت الاسئله قوه. سؤال اسئله قوه. انا دائما اقول للطلبه اسالوا اسال وستجد اجوبه. ولا يوجد سؤال مثلا والله هذا السؤال ما ينفع. دائما الاسئله تفتح لك ابواب كثيره. جميل. نعم. ولذلك شجع على الاسئله. ابنك الطفل الطالب الذي يسال هو الذي يريد ان يفهم. اما من يقول لا خلاص هذا. جميل. الاسئله مهمه. وانت تعتقد ان الاسئله هي جزء من نجاح احمد؟ نعم لانه بدا يسال. وايضا جزء من نجاح غيره من يريد ان يمشي على منهجه. نعم. ابدا اسال الاسئله دليل قوة وستجد الجواب يعني. جميل. انا اتذكر كلمة مشهورة لاينشتاين لما سئل قيل له هل دماغك اكبر من دماغ زملائك؟ انت اكثر ذكاء منه. فقال لهم لا. قالوا ايش الفرق؟ قال انا كنت اسال. فيشترط للسؤال ثلاث اشياء يقول سل وسل بهدوء وسل صح. لان الدماغ اذا سالته سؤال صح بيجاوبك صح، اذا سالته سؤال غلط بيبدا يعطيك جواب غلط. فهي حقيقة من أحد معايير النجاح عند الإنسان من يسأل ويسأل صح. أيضا أستاذ عبد الله الآن استعرضنا عن الأسئلة بالبحث. ممكن ندخل على أي محرك بحث ونسأل السؤال يعطينا الجواب. وجهك أجوبة متنوعة ممكن تستفيد من الأجوبة غير الفردية. أنا دائما في حتى في تويتر أحيانا أعطيهم حاجة أقول خلينا نبحث إيش معناها. مثلا ف الدغمائية مثلا يلا اسأل عنها ما هي تجد أجوبة تجد تعاريف تجد يمكن مقالات عنها. مزبوط صح. تجد أشياء كثيرة فعلا تنورك. ممكن تطلع أحيانا من سؤال واحد تطلع موسوعه. نعم. من كثر الإجابات اللي تجي عليه. نعم. وهذه محفزة أيضا للدماغ يعني في الإجابة يعني. طيب كتبت الأبواب لا تفتح إلا لما يطرقها يعني إذا ما طقينا ما في فتح. بالضبط. الحين لو الباب هذا مقفول وواحد يقف برا ويجلس ينتظر ما حد يفتح، لكن لما يطرق الباب يفتح له. نعم. بعدين في الفصل الخامس اللي حطيت القارئ هو انت رميت الكره في ملعبه. اذا كتبت انت العامل الاهم. نعم. صح؟ نعم. شلون؟ نعم لان مهما تقرا ومهما تحاول اذا ما انت مستعد كقارئ ان تنفذ فلن تفيدك. فلن تفيدك. ولذلك يعني تجد اللي يقرؤون كثير لكن كم اللي يستفيد؟ اللي يسمع النصائح كثير لكن كم اللي بيستفيد؟ يعني من فيه مثلا من عندنا ما يعرف مثلا اضرار السمنه في المجتمع. لكن الكل
تجد الآن يمكن فوق خاصة النساء فوق 40 بدأت بعد 10 سنوات تتوجع الركاب مدري إيش تلقى السكر تلقى السكر والسكر يجيب لك الكلى والكلى تجيب لك الآلام وتستمر الناس عارفين لكن كم شخص وقف عنده واشتغل يستفيد فهو الكرة في ملعب ولا لا جميل ابتسم لها سحر ولا عادية ابتسم هذه اخذتها من فيها الاخ عبد الله الطياش عنده فريق ابتسام فدعاني وكتبت مقال في جريدة الرياض واعتقد ان هذا يعني انا شفته في حتى لما سافرت برا بعض الشعوب مشهورة يعني يقول لي واحد طالب سعودي راح نيوزيلندا يقول أنا تعلمت الابتسام هنا في نيوزيلندا الناس يجبروني ابتسم أشوف أقابله بالشارع لو ابتسم good morning قديمي فأضطر أسوي أول ما كنت أنتبه فأعتقد أن الابتسام هذه خاصة عممناها وجعلها هي عربون صداقة يعني أنا في لما كنت في الكلية وكنت وإلى الآن لما أقبل مثلا على حتى دورية مثلا الشرطة ولا في تفتيش أول شيء أبتسم وأسلم عليه وأشكره أقول الله يقويك يمكن خايف من البيسين لا أصلا في قسائم وإنما يطلب منك بطاقة ولا يطلب منك شيء ففي الحالة هذه على الأقل تكسر الجمود اللي بينك وبينه فتجد أنه يبتسم ما توقع وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك بوجه أخيك صدق نعم صدقة نعم. عليك وعليه نعم جزاك الله خير معلومة مهمة جدا هل نستخدم سلاح الحب؟ أنت سألت سؤال تبين نجاوب حنا كقراء ولا جاوب أنت؟ لا هو مجاوب عنه الحقيقة في الكتاب أن الحب سلاح الحب هو من أمضى الأسلحة سواء في بيتك في عملك في أي مكان إذا استخدمت سلاح الحب فأنت ستنتصر إن شاء الله يعني في علاقاتك جميل وأحمد استخدمها في نجاحه في حياته ولا أنت اقتبستها كاقتباس من السياق العام كله للقصة هو من السياق العام حينما يتحدث العم لأحمد يتحدث له عن أشياء كثيرة ومنها هذه الأسلحة اللي تفيده يعني أيوة في نجاحه فأنت تشوف أن الحب سلاح جيد عندنا جدا والابتسام هذول بلاش ولا تكلف شيء ما تكلف شيء يعني ما في دفع فلوس ولا في ما في بالعكس بينما هي تمهد الطريق لأشياء كثيرة يعني ممتاز أنا سمعت أنه في عيادة في بريطانيا عيادات الابتسام تروح عندهم بالعيادة تقعد تضحك فيها وتطلع الحين في الإمارات وزارة السعادة أجل إن شاء الله بنشوف تجربة عبد الله إذا انتهى حوار الكتاب وش التجربة اللي عنده؟ كان عنده عيادة ولا عنده شيء؟ جميل طيب وش حكاية الصقر؟ هذا الصقر الحقيقة هو رمز هم ذهبوا إلى في نهاية تقريبا الرحلة رحلة الكتاب ذهبوا إلى النفوت وكان فيه شاب مع الصقر والصقر عليه برقع الصقر ايش يسمونه؟ قال زي الغطاء كذا ما يشوفه وجالس يعني حاطه على هذه وكذا فالعم قال لهم ايش رايكم؟ نبغى موضوع نستفيد منه لهالجلسه مع النار ومع كذا وهذا الصقر هذا البرقع هذا وش فبداوا يتكلمون طبعا هو رمز البرقع هذا لما يحاكي الإنسان في مجتمعه لكن التعود عليه ويبدأ يتحدث عن الصقر أن الصقر يعني من أشرس الطيور وأكثرها طير كاسر لكن لأنهم عودوه شوي 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 أصبح ما يعيش بدونه بالعكس يمكن لو أخرت البرقع حقه وأطلقته يعود له مرة ثانية فتعود على جو يعني أسمنا القيود يعني نعم قيود فأنت تقول نكسر القيود هذه المفروض ما يصير في برقع لا البرقع خليك ما تشوف البرقع خليك